بسم الله الرحمن الرحيم. المهدي المنتظر يظهر ويحذر الجميع ويعلن القصاص، والأمر مخيف جدا. أنا رسول الله الداب والمهدي والشمس. أنا هوريكم وهتشوفوا هعمل فيكم إيه. قسما بالله لحشركم مع إبليس في جهنم مخلدين فيها، وبينه وبينكم يوم الظهور محدش هيقدر على المهدي. مفيش مخلوق على وجه الأرض إنس ولا جن هيقدر على المهدي. ومعادنا يوم عرفة. اقفل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، ما زلنا نتابع سلسلة نداهة المهدي المنتظر التي تنادي على ضحاياها فيستجيبون لها، فيفقدون الزمان والمكان ويدعون أنهم هم المهدي المنتظر. كلما نظرت إلى واحد منهم كأنه هو المهدي المتفرد الأوحد الذي لا مهدي غيره. يأتي لك بالأدلة والبراهين ويتحدث بثقة ويهدد ويزعم ويقول ويتنبأ كأنما هو الوحيد الذي يمتلك الحقيقة في العالم، ويمتلك القرب من الله والحديث مع الله والبلاغ عن الله. هذا حال كل واحد نادت عليه نداهة المهدي المنتظر، فخفض يديه وطرفه وسعى نحوها مستجيبا توجهه كيفما تشاء، فيدعي للناس ما شاءت تلك النداهة، نداهة المهدي المنتظر. واليوم معنا أحدهم، ولكن أريد أن أنبه إلى شيء. كل واحد من أدعياء المهدوية له منطقة تميزه عن غيره. يعني الذي كنا نتحدث عنه بالأمس بحث ووجد نقطة اعترضته فحاول تجاوزها، وقال النبي قال أن المهدي من ولد فاطمة ولم يقل فاطمة بنت محمد. يبقى ممكن يكون المهدي ولد أي فاطمة أو أي إنسانة اسمها فاطمة، لأن النبي لو أراد فاطمة بنت محمد لقال أنه من ولد فاطمة بنت محمد رسول الله، ولكن النبي قال من ولد فاطمة وسكت. يبقى أي فاطمة؟ ده اللي كان بالأمس بنتكلم معاه. النهاردة المهدي بتاعنا النهاردة الذي بين أيدينا يأتي بأمر واضح أنه درس جدا العلامات العشر التي قال النبي عنها، العلامات العشر الكبرى من علامات يوم القيامة التي أخبرنا النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم. هو سمع العلامات العشر دي كويس جدا، وأخذ منها لنفسه اسما سنعرضه لكم، ولكن بعد أن أعرض عليكم ما هي العلامات العشر. العلامات العشر موجزة في دقيقة أو دقيقتين في إحدى خطبي التي تحدثت فيها عن المسيح الدجال في سلسلة علامات الساعة، سأسجلها لكم، ومن أراد أن يسمعها كاملا فليسمعها على قناة صيد الخواطر كاملة، ومعها سلسلة علامات يوم القيامة أيضا كاملة. لكن اسمع معي العلامات العشر، ثم تعالى لننظر كيف أن هذا الرجل
استخلص اسمه من دراستي وفهمي للعلامات العشر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع معي أولا للعلامات العشر ثم نعود مرة أخرى. درجات منتظمات في سلك: الدخان، الدجال، الدابة، نزول عيسى ابن مريم، طلوع الشمس من مغربها، يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. يمكث الدجال في الأرض 40 يوما. الأمارات، علامات يوم القيامة الكبرى، ما هي؟ أخبر النبي أنها 10. في الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم، حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري، قال اطلع علينا النبي، اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، صحابة جالسين كده بيتكلم، فطلع عليهم النبي، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا حذيفة بيقول اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون؟ بتتكلموا عن ايه؟ ما تذاكرون؟ قالوا يا رسول الله نذكر الساعة، يعني بنتكلم عن يوم الايه؟ ها؟ شوف الصحابة كانوا مشغولين بايه؟ بيوم القيامة. قالوا يا رسول الله نذكر الساعة، يعني يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة، كلام مين كده؟ ها؟ كلام النبي، وما ينطق عن الهوى، يعني الخبر ده من عند الله، طالما قاله من؟ ها؟ رسول الله. إن الساعة لن تقوم حتى ترون 10 آيات. يوم القيامة مش هيحصل إلا بعد ما تشوفوا كام آية؟ آية يعني علامة، 10 علامات. إن الساعة لن تقوم حتى ترون 10 آيات، وهي الدخان، الدجال، الدابة، نزول عيسى ابن مريم، طلوع الشمس من مغربها، يأجوج ومأجوج، وثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. آخر شيء تطلع نار من أرض اليمن، في رواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواية أخرى يقول تخرج من قعر عدن، وعدن دي فين برضو؟ ها؟ في اليمن. وآخر ذلك كله نار تخرج من اليمن تطرد الناس أو تسوق الناس إلى محشرهم. كم آية كده؟ 10 إيه؟ ها؟ 10 آيات. بعد أن حقق العلماء قالوا أولها المسيخ الدجال. والآن بعد أن استمعنا إلى العلامات العشر، لاحظ معي أن منها إيه؟ الدابة وطلوع الشمس من مغربها. هو الرجل قال لك المهدوية كتير وأدعياء المهدوية كتير، والناس بتقول إحنا هنعرفه إزاي من وسط دول كلهم، فيقول لك إنك تقدر تستطيع أن تعرفه جيدا من بين هؤلاء المدعين جميعا. كيف نعرفك من بين كل المدعين جميعا؟ قال أنا الدابة والمهدي والشمس. هو بيقول كده، يقول أنا رسول الله الدابة والمهدي والشمس. خد الدابة وأخذ الشمس. الشمس يعني إيه؟ يعني علامة من علامات الله، اللي هي طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها، هو العلامة دي. إزاي؟ قال أنا إذا جئت يبا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ده اللي بيحصل لما تظهر الشمس من إيه؟ من مغربها. فهو اعتبر نفسه إيه؟ الشمس. وإيه تاني؟ وأنه الدابة التي تسم الناس بالنفاق في آخر الايه؟ في آخر الزمان، وأنه المهدي. يعني هو نعرف نميزه من بين المهدوية وأدعياء المهدوية كلهم بإيه؟ بأنه ثلاثة مش واحد. ثلاثة، هو رسول الله كما يسمي نفسه، هو رسول الله الدابة والمهدي والشمس. واخد بالك إزاي استطاع أن يستفيد
من فهمه أو قراءته للعلامات العشر وطلع لنفسه اسم منهم. فهكذا كل واحد من أدعياء المهدوية يحاول أن يلعب في نقطة معينة يتميز بها عن غيره، ولكن للأسف كلهم دجالون كذابون مدعون للمهدوية. لكن أزيدكم على ملاحظتي السابقة، أنا لاحظت لك في أحد البثوث والحلقات أن أغلب المهدوية أو أدعياء المهدوية كانوا سافروا، يسافر ثم يحدث له شيء ويأتي يحاول أن يدعي المهدوية. إيه العلاقة؟ أنا بدأت أتمعن أيضا وأنا ما زلت أجهز لتلك الحلقة التي وعدتكم بها، فوجدت أنه بالإضافة إلى السفر الاغتراب داخل المجتمع. ما هو اللي بيسافر ده بيكون عنده معتقد إسلامي وخلفية إسلامية وأشياء كثيرة جدا، ويذهب إلى مجتمع فيعيش غريبا عن هذا المجتمع، المجتمع اللي محيط به له اعتقاد وهو له اعتقاد مختلف، فيحاول أن يدعي أنه هو الوحيد، يعني كأنه هو الوحيد اللي بين هذا المجتمع بهذا الاعتقاد، فيتطور هذا بداخله فيريد أن يعلن هذا حتى في مجتمعه الإسلامي. يتفرد عنهم إزاي؟ يبقى هو المهدي الذي جاء لإصلاح الأرض ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. إيه تاني؟ طب الرجل اللي بين إيدينا النهاردة ده ما سافرش برا، لكنه بيحمل الفكر الشيعي وعاش وتشرب هذا الفكر تماما، لكنه عايش في وسط كل سني في القاهرة، عايش في وسط كل سني، فأيضا يشعر بالاغتراب، فبدأ يخرج عن حدود العقل ويهدد ويحذر ويقول وينذر، وحصل اللي حصل، وادعى مش إنه المهدي بس، ده ادعى أنه رسول الله الدابة والمهدي والشمس. لما نشوفه ونسمع ماذا يقول هتعرفوا أن الرجل ده يشعر باغتراب شديد في المجتمع الذي يعيش فيه. يبقى إذن المسألة هي مسألة اغتراب الإنسان داخل المجتمع الذي يعيش فيه وعدم استطاعته للتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه، فيخرج عن الطوق ويدعي المهدوية، سواء كان يعيش في مجتمع هو غريب عنه باعتقاده وفكره، أو يعيش في مجتمع سافر إليه فعاش غريبا عنه أيضا بمعتقده وفكره. دي ملاحظة أرجوكوا ادرسوها معي، خدوا بالكوا منها معي جدا لأنها نحتاجها، وإحنا ماشيين كده بناخد بنبلورها حتى نصل إلى وقت معين نعمل حلقة كاملة ودراسة بالأدلة على هذه الظاهرة التي لاحظتها من خلال دراستي لأدعياء المهدوية. اسمعوا معي إلى هذا الرجل ثم نرجع مرة أخرى. يكون الحكم في الأمر هو القرآن، هو القرآن. ربنا قال في آخر الزمان قبل قيام الساعة هيبعث آيات كبرى للناس، محدش هيقدر يجيب آيات زي آيات الله عز وجل. قال لكم هطلع دبة، مفيش جنس مخلوق هيقدر يقول إن أنا الدبة اللي في القرآن إلا لربنا هو خرجها. هيجي لكم المهدي، بس المهدي مش هيجي لوحده، لان كذا واحد ادعوا المهدي. الناس دلوقتي تقول لك كل شويه واحد يطلع لنا المهدي، كل واحد ده انتوا جننتونا، ده انتوا انتوا اللي جننتوا نفسكم، لان كنتوا لو موقنين بكلام الله لو ألف واحد جه قال لكم انتوا المهدي يقولوا احنا المهدي عارفينه من القران، لكن انتوا هضرتم كتاب الله. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. يبقى انتوا مش موقنين بايات الله عز وجل، عشان كده واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. لو انتم موقنين بالقران كان اي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى انتم مؤمنين بها بمجرد ما تجيلكم سمعنا واطعنا. هو انتم شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد من الصحابه كان بيقول له ايه، بيقول له اقنعني اثبت لي ان الايه ديت هي انت، ايه ده؟ ايه الكلام بتاعكم ده؟ كانكم ما عرفتوش سيره النبي ولا سيره اصحابه ولا قريتوا القران وايقنتم بيه. هو ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم جاب له معجزه ايه؟ ما عندوش النبي صلى الله عليه وسلم معجزه الا القران، تنزيل القران، تنزيل القرآن. طب والمهدي معاه ايه؟ معاه التأويل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يبقى المهدي هنا حد فيكم يا أمة الإسلام من 1400 سنة يعرف ان الدبة والمهدي والشمس حاجة واحدة؟ محال محال. أتحدى كل خلق الله عز وجل من المسلمين من ساعة نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا
حد يقول ان الدبه والمهدي والشمس حاجه واحده. وبعد ان استمعنا الى هذا الرجل، لعلك لاحظت معي انه يستدل عن المهدي المنتظر بالايه؟ بالقران الكريم. وهذا فكر الإخوة الشيعة، استدلالهم عن المهدي وإسقاط آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكورة عن رسول الله، يجعلونها في المهدي، يسقطونها على المهدي، وينسبون أنها نزلت في المهدي وأنها تبشر بالمهدي. وطبعا ولا آية في القرآن الكريم ولا كلمة في القرآن الكريم تتحدث عن المهدي المنتظر مطلقا، تحدثت عنه السنة، أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القرآن لم يأتي له ذكر في القرآن على الإطلاق. فالرجل بيستدل بالقرآن على المهدي وعلى أنه هو كذا وكذا وكذا، وده تلاحظ معي أن ده الفكر الشيعي. وإذا كان هذا الرجل مغترب في مجتمعه وخرج عن الطوق وهد المألوف الفكري من حوله كله، فمن الطبيعي ألا يهمه شيء وأن يتخطى كل الخطوط الحمراء، لدرجة أن الرجل يقول أنه هدد القاضي وهو يحاكمه. طبعا القاضي أكيد مشفق عليه لما حدث في عقله ولما ألم به، والحضور أكيد كلهم كانوا مشفقين عليه، فيهدد ولا يعمل ده صعبان عليهم. ولذلك هو في طيات أحد مقاطعه يقول أنه ذهب به إلى مستشفى الأمراض العقلية، فمن الطبيعي أن القاضي يتحمله ويصبر عليه وهو بهذه الحالة، ومن الطبيعي أن يتجاوز هو مع القاضي ومع غير القاضي ومع القاصي ومع الداني ومع الناس ومع الجيش كما ستسمعون ومع علماء الأزهر كما ستسمعون. ما سبش حد، كل يعني مسمى وظيفي كبير وكل مؤسسة دينية أو سياسية أو مدنية أو غيرها أرسل لها رسالة تهديد، إن لم يعترف بها فهيعمل وهيعمل وهيعمل. هو طبعا مسكين ولا بيعمل شيء ولا يملك من أمر نفسه شيء، لكن فعلا العقلية دي عقلية مخيفة. مخيفة إزاي؟ يعني لو ما نشوف عشرات الناس بيفكروا بهذا الأمر، يعني أصبح كل شيء عندهم هو تهديد ووعيد، وإنه هم هيعذبوا الناس بالنار وهيعملوا. مشكلة لازم يوضع لها حد ونعالجها فكريا قبل أي شيء آخر يا أخوانا. عشان كده احنا بنطرح الأمور دي، عشان اللي لسه بيفكر يدعي ولسه هذا المرض يقترب منه ينفر منه ويبعد عنه ويعيش طبيعي في المجتمع، يعيش يصبح كما يصبح الناس، يمسي كما يمسي الناس، يأكل يشرب يعبد الله كما يعبد الله المسلمون جميعا، لكن يخرج عن المألوف ويدعي، دي المشكلة. فشوفوا معي هذا المقطع ماذا يقول فيه هذا الرجل. أنا كنت بقول للقاضي اللي بيحاكمني، بقول له تحكم على نفسك بإيه؟ لو طلعت أنا اللي موجود في القرآن وأنت بتحكم عليا بالقانون الوضعي، يسقط القاضي. اقول له والله العظيم لاقتلك واقطع راسك بالسيف واخلدك في نار جهنم. اذا كنت بقول كده للقاضي اخاف منكم؟ وروني نفسكم، انا هو موجود لوحدي، انا منتظركم، عنواني وشكلي وصورتي موجودين، اتذكر فيكم يجي رسول الله. اقفل. والان سترى معي مقطعا اخر خرج فيه هذا الرجل عن الطوق ورفع منسوب التهديد والوعيد والتحذير للجميع، وبدأ يهدد مؤسسات وهيئات وعلماء وطوائف وأشياء كثيرة جدا، وبدأ يقول لهم، يحدد لهم موعدا لنزول العذاب عليهم، وأنه لن يرحمهم على الإطلاق، وحدد لهم موعد لنزول العذاب. طبعا موعد فات من زمان وما حصلش شيء لأنه رجل مسكين، لكن هذا الرجل يجعلنا نقول سبحان من ميز الإنسان بالعقل ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا معي إلى هذا الرجل ماذا يقول وكيف يوقت ويحدد موعدا لنزول العذاب. سبع سنين أنا رحت وحذرت، رحت للعلماء، رحت لنقيب الأشراف عشان ما يكونش ليكوا حجة عند الله عز وجل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جالكم الرسول ونبهكم كذبتوه وأهنتوه وشتمتوه وثبتوه وعملتوا فيه كل البدع، خلاص؟ طب ما هي ده حال الرسل، ده حال الرسل كله، ولا أنا أول ما قالوا لكم أنا رسول هتقول لي أمين؟ طب لما يجي بقى يقع عليكم القول
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. هيجوا يقولوا لي احنا معلش احنا ما كناش عارفين وما كناش مصدقين ودلوقتي هنصدق. اقول لكم وانا برضو معلش نار جهنم اولى بيكم، لان انتوا كذبتوا كتاب الله عز وجل. اللي بيكذب كلام ربنا انت احكم على نفسك. لو الراجل دوت طلع صادق وانا شفته دلوقتي في الفيديو وعمال اتريق عليه انت شارب مخدرات، انت امك كذا، انت ابوك كذا، كل الشتايم موجوده ومتسجله بالصوت والصوره واخد لقطات عشان ما حدش يجي يقول لي ان انا افتريت عليه. لا، كل واحد عارف هو قال ايه. خلاص، لما انت تقول لرسول من رسل الله الكلام دوت، تفتكر ربنا هيقول لك احكم عليه بايه؟ ادخلك الجنه؟ لا طبعا مش هدخلك الجنه. والملف القضيه موجود وكله موجود متسجل، بس برضه انا بقول لكم ان من اول يوم الاثنين العذاب هينزل عليكم. خلاص، فقد كذبتم فسوف يكون لزام. ومتهمين ان انا مجنون وقعدوني في المستشفى الامراض العقليه، يعني كل حاجه من 7 سنين حصلت فيا. خلاص، يا ترى دلوقتي لما ربنا يظهر لكم بقى ان الشخص ده هو اللي موجود في القران، انا نفسي حد فيكم يقول لي احكم عليه بايه بعد اللي حصل دوت. هو حد فيكم يقول لي سامحني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للكفار اذهبوا فانتم الطلقاء. النبي قال للكفار ما يعرفوش، مش مؤمنين بالقران. لكن الايمان، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينصرون. يبقى هنا في فتح تاني غير فتح مكه. في فتح تاني غير فتح مكه. الاول اذهبوا فانتم الطلقاء دول المشركين. لكن انت بتقول انا مؤمن واشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد رسول الله، يبقى لازم يقام عليك حكم الله عز وجل في اللي كذب القران. اي سؤال، اي استفسار، انا بالنسبه لي الامر دلوقتي يوم الاثنين بيمتلئ ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليكم العذاب بدايه في مكه، هتشوفوا ايه اللي هيحصل في الحج. ومن يوم الحج، من يوم وقف عرفه لحد 12 ذي الحجه، الامام المهدي هيكون ربنا ظهر امره، هو رسول الله الدابه والمهدي والشمس المذكور في القران. وويل يومئذ للمكذبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأما في المقطع القادم فتجد أن هذا الرجل يخبرك بأنه هو الوحيد من بين الأدعياء جميعا، أو من بين هؤلاء الذين زعموا أنه المهدي، هو الوحيد المذكور في القرآن الكريم، ويحدد لك آيات بعينها فيها يعني فيها من الآيات ملهاش دعوة بي خالص، ويقول لك أنا المذكور، أنا المقصود بالآية دي، أنا المقصود. ويذكر الدابة، آية الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه، ويقول لك أنا المقصود أيضا بهذه الآية، ويحدد آيات ويميز نفسه بأنه هو الوحيد المذكور في القرآن. تدور مذكور فين؟ ولا أي شيء خالص، لكن هو فاهم كده وهو معتقد كده وهو مؤمن بكده. بس ده لا، يقول أنه المهدي وأن الله أصلحه. طيب أصلحك إزاي يا مولانا؟ يقول أنا أحتفظ بالإصلاح أو بكيفية الإصلاح لنفسي، سأذكرها حينما أريد. طبعا ولا إصلاح ولا شيء. ويزعم أنه أعلم من الخضر، أعلم من الخضر. ويزعم أيضا أنه حينما ينزل عذابه بخصومه ويخلدهم في النار، لو جاء جميع الأنبياء والرسل ليشفعوا لن يقدروا على الشفاعة، ولن يقدروا على إخراج أحد ممن أدخلوا النار بسببه وخلدوا فيها بسببه أبدا. جميع الأنبياء والرسل لن يقدروا. يعني قمة العظمة والاعتداد بالنفس وهذه الأشياء. اسمعوه معي ثم نرجع مرة أخرى. يبقى أنتم هنا هوت مطالبين لما يجي لكم الرسول كنتوا تؤمنوا، لأنه موجود في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى وقايل لكم مفيش جنس مخلوق هيقدر يقول انا في القران الا اللي ربنا قايل له انت في القران. عشان كده كان التحدي بتاعي قلت لكم مفيش مخلوق ادعى المهديه جه قال انا الايه الفلانيه في كتاب الله عز وجل الا انا. انا الوحيد اللي قلت لكم الايه الفلانيه، عشرات الايات، الايه دي تخصني انا، الايه دي تخصني انا، الايه دي تخصني انا. لان ده التاويل. النبي صلى الله عليه وسلم جاب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يفسر القران، مين اللي هيفسر لكم القران؟ هو الامام المهدي. لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل كلام الإمام المهدي موجود في قلب، كلام الله عز وجل موجود في قلب الإمام المهدي. أصلحه الله عز وجل. أصلحه إزاي؟ هتعرفوها بس مش دلوقتي، لأن الإمام عنده علم. قلت لكم في شرايط قبل كده هوت في جريدة تانية لما جيت سجلت معاها، إن ربنا سبحانه وتعالى ده كلام ربنا، في شيء في الكون في الوجود أفضل من كلام ربنا؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى حط سر الكلام دوت في قلب المهدي.
الخضر أوتي علم لدني. المهدي عنده علم أعظم من علم الخضر، لأن كلام ربنا أعظم من العلم اللي كان عند الخضر. يبقى لازم تعرفوا أن كل واحد من مخلوقات الله عز وجل من الرسل بيجي بمهمة. مهمة الإمام المهدي أن ربنا جمع لكم كل الأنبياء والرسل في شخص هو من لدن آدم لحد قيام الساعة، ودي قدرة الله عز وجل. قدرة الله عز وجل يختم بها الحياة الدنيا. يبقى أنا رسالتي برضو الأخيرة لكم، أنا مش بقول لكم دلوقتي الكلام ده عشان حد يقول لي أنا مكذبك أو مصدقك. تكذيبك مش هيضرني، تصديقك مش هينفعني، ولكن 99% خد كلام إنه هو كذب، 1% لو كلامي صدق هتروح مني فين؟ هتروح مني فين؟ مش هتقدر تروح في أي حتة. ليه؟ ربنا خلاص وهو القاهر فوق عباده. يبقى أنت دلوقتي 99% الراجل ده كذاب. طب ولو كنت صادق واحكم عليك ان انت منافق مرتد مخلد في نار جهنم اغلق في وجهك باب التوبه، هتعمل ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه واحد يخلد في نار جهنم وملوش توبه؟ ما استحضرتوش انتوا الامر دوت؟ العذاب دوت؟ ده مفيش اشد عذاب من العذاب دوت. ده هو ده العذاب المبين، خسران الدنيا والاخره، انه يخلدك في نار جهنم وملكش توبه وملكش شفيع. والله لو الانبياء والرسل كلهم جم عشان يشفعوا لك ما هيضر، لان ربنا سبحانه ده ختم الهي، انا جاي ما علي غير ان انا ساعي بريد اقول لك يا فلان ربنا ختم عليك. اما في المقطع القادم فانه يرسل رساله الى علماء الازهر ويحذرهم جميعا، واشهرهم يبدا في تحذيرهم كلهم اصحاب المناصب واصحاب الشهر، كل علماء الازهر يحذرهم. طب انت مالك ومال علماء الازهر يا عم؟ يقول لك مش هم دول اهل الذكر؟ انا الذكر، انا جئت بالذكر، ولما الذكر ياتي يبقى اهل الذكر يركنوا في اي ناحيه، لان الذكر جاء اهل الذكر يركنوا. طيب انت عايز اهل الذكر يركنوا؟ هم عملوا فيك اي شيء؟ يقول مش عايزين يقولوا كلمه الحق. وهنا حط لي خط تحت كلمه الحق دي، كل واحد من الادعياء او اي حد طالب لاي شيء دنيوي خاص بيه هو، حتى لو عنده مشكلة شخصية أو مشكلة عامة أو مشكلة لمجموعة من الناس، أو أي حد بيدعي أي شيء أو عنده أي مشكلة، يحط جام غضبه ويسقط سخطه كله على مين؟ على العلماء، وخصوصا علماء الأزهر. ليه يا سيدي؟ يقول لك ما بيقولوش كلمة الحق. أنت عارف كلمة الحق اللي الرجل دعي المهدوية ده عايزها إيه؟ من علماء الأزهر ومن العلماء عموما إيه؟ أن يعترفوا به كمهدي. لو اعترفوا به كمهدي يبقى كده قالوا كلمة الحق، هو ده مناه من الدنيا كلها. كذلك لو وجدت واحد مختلف سياسيا مع أي نظام أو أي جهة أو أي حكومة أو أي ولي أمر أو ما شابه ذلك، تجد المختلف سياسيا أيضا عمال يصب سخطه وغضبه على مين؟ على العلماء. يعني برضو على العلماء. ليه؟ ما بيقولوش كلمة الحق. إيه كلمة الحق يا سيدي؟ أنهم يأتوا في صفه هو ويتركوا كل الصفوف. لو جاءوا في صفه يبقى كده علماء عظماء بيأكلوا كلمة الحق، ربانيين عارفين ربنا من العلماء، أهل الحق وأهل الدين وأهل القرب من الله. طب ولو قالوا كلمة الحق لكن كلمة الحق كانت ضده، يبقى هم علماء سوء وعلماء سلطان وناس سيئين ومش نافعين. أهو الرجل ده بيجسد القصة دي كلها، بيقول لك يا علماء الأزهر هخلدكوا في النار، هعمل فيكوا يا فلان يا فلان يا فلان، هأعمل وسوي فيكوا. ليه يا سيدي؟ عشان مش بتقولوا كلمة الحق. عارف كلمة الحق اللي الرجل ده طلبها ايه؟ ان يعترفوا به انه هو دابة وانه هو المهدي وانه هو الشمس. انت متخيل؟ يعترفوا به انه هو رسول الله الدابة والمهدي والشمس. لو ما اعترفوش به يبقى دول ما بيقولوش كلمة الحق، وهو طبعا في خياله هيخلدهم فين كما يزعم. يعني انت شفت؟ اسمعوا معي كده ماذا يقول، ثم نرجع مرة اخرى. رسالة الثالثة الى علماء الازهر، بغض النظر عن اي واحد فيكم سواء كان مذهبي او غير مذهبي او معاه دكتوراه او معاه ماجستير، ده شيء ما يهمنيش، أنا هحكمكم بده اللي أعلى من شهاداتكم كلها. رسول من عند الله عز وجل مذكور في القرآن، هجمعكم كلكم وأقيم عليكم الحجة بالقرآن.
لما ربنا يقول لكم ان هو هيخرج آية في القرآن وتجيلكم الآية ديت وتكذبوا، يبقى حكمكم ايه يا علماء يا اللي بتقولوا قال الله وقال الرسول؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واسألوا الذكر. الذكر لما يجي يبقى أهل الذكر يجوا على جنب. الذكر أدام قال كلمة يبقى هي اللي تسمع. أنتم يا علماء رضيتم إن أنتم تسمعوا إن في رسول من رسل الله زي ما ربنا أمركم في القرآن هيخرج، رضيتم إنه يتسجن ويتضرب ويتحبس ويتهان ويتسب ويعمل فيه كل اللي ما يعمل، وبرضه تقولوا احنا عايزين قال الله قال الرسول؟ كل العلماء واحد واحد وبالاسم هيجي، وكل عالم عارف هو عمل ايه ونافق وعقابه هيكون ايه. كل واحد فيكم انا معايا حكم اللي احكم بيه، اما ان انا هقبل توبته واما ان انا هخلده في نار جهنم. يا علماء يا اللي بتقول احنا بنحب السلطان، يا خالد يا جندي يا مبروك يا كريمه يعني يا جمعه يا مفتي الجمهورية يا شيخ الأوقاف، ولا اللي بيقول لي ان اصبر عليا لما ربنا سبحانه وتعالى هيديني التمكين وسيفي يحصد رقبكم ويخلدكم في نار جهنم، محدش فيكم هيجرؤ يفتح بقه. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. كل عالم مش عايز ينطق بالحق هقطع له لسانه قبل رقبته عشان ما رضاش ينطق باللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه. خفتم من العبد؟ ما خفتوش من اللي خالق العبد. معادنا في عرفة يوم الظهور هيبتدي من أول الحج يوم عرفة. شوفوا إيه اللي هيحصل في مكة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حذركم من 1430 سنة. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذه؟ الشهر الحرام، يوم الحرام، البلد الحرام. سلمان هيموت وهيقتتل عند كنزه الثلاثة، محمد بن سلمان، أحمد عبد العزيز عمه، محمد بن نايف ابن عمه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم كده؟ يقتتل عند كنزكم هذا ثلاثة. عايز كل واحد عايز يبقى هو الملك. ثم لا تقولوا إلى أحد منهم وتقولوا إلى عبد من عباد الله هو المهدي. كل حاجة هتشوفوها بعينكم من أول يوم عرفة. سلمان هيموت لأن جت رؤية بكده والإمام المهدي هو اللي شافه، وهتشوف هو هيموت ولا مش هيموت، وهيحصل اقتتال على الملك، وهتشوف هيحصل ولا مش هيحصل. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى هينقذ الكعبة إزاي، زي ما أنقذها من أبرهة هينقذها من آل سعود. وأنتم يا علماء أول ناس هبتدي عقاب بيكم كبرتم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيبتدي في القيامة أول من تسعر به من نار ثلاثة منهم عالم، لأنكم أنتم اللي معاكم ده، واللي معاه دوت ويخاف يبقى خسيس منافق ما يستاهلش إن هو يكون عالم. الإمام المهدي طلع لكم بعقاب لا قبل لكم به، عقاب من عند الله عز وجل، ومعايا ركن قوي شديد وهتشوفوا بإذن الله عز وجل. انتهت رسالته. أما في هذا المقطع القادم فإنه يهدد جميع الجماعات والحركات الإسلامية والطوائف بأنه سيأتيهم بالعذاب المبير، هيعمل فيهم كل شيء، مش هيسيب حد، هو جاء خلاص فهيعمل ما لم يعمله أحد. فبيقول لك ولا حماس ولا فتح ولا قفل ولا أي حد هسيبه خالص. ليه؟ لأنه هو رسول الله الدابة والمهدي والشمس كما يقول. اسمعوا إليه كده بيقول إيه ثم نرجع مرة أخرى. يقتكم بالذبح، محدش فيكم هينجو من العذاب اللي انا جاي لكم بيه، لا حماس ولا الجهاد ولا فتح ولا اخ ولا اي مله من مله اللي كانت بتحارب. كل اللي بتحاربوه دوت كلهم دول غثاء. انا هوريكم المؤمنين اللي هيحاربوا بحق ويحرروا بيت المقدس بحق، وهدخل المسجد على رؤوس دماغكم وهتشوفوا هعمل فيكم ايه. انا رسول الله الدابه والمهدي الشمس. أما في المقطع القادم فإنه يعلن ويجدد أنه مذكور في القرآن كآية من آيات الله في القرآن، وأنه من يستهزئ به أو يسخر منه أو ينكره سيخلد في نار جهنم. ثم هذا الرجل يتحد مع القرآن الكريم ويقول
أن من ينكره فقد أنكر القرآن، ومن يسبه أو يستهزئ به فقد استهزأ بالقرآن، وساعتها يستحق العقاب والعذاب والخلود في نار جهنم. اسمعوا إليه بنفسه ماذا يقول. ويلاقي عنوان المهدي المنتظر والفيديو بتاعي هيبتدي يسخر، يستهزأ، يشتم، يسب، يعرف ان هو اصبح مخلد في نار جهنم، اغلق عليه باب التوبه بحكم رسول الله المذكور في القران. ده مش كتاب ربنا ولا انجيل وتوراه اللي فيه؟ ده دي سوره الانعام 158، كل واحد فيكم يفتح كتاب ربنا. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك؟ يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. دي في القرآن ولا مش في القرآن؟ يعني بتقولوا احنا موقنين. أنا بقى خارج عليكم أقول لكم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يبقى أي واحد هيسب يشتم عشان تلاقي له 1000 واحد قال إن هو المهدي، بس يا غبي، أنا ما بقولش إن أنا المهدي. أنا بقول أنا الآية ديت المذكور في القرآن، رسول الله، الدبة والمهدي والشمس، ثلاثة. عشان كل واحد قال إن هو المهدي ما يبقالكش ليك حجة تقول أنا أعرفه إزاي. اللي جالك الحق من عند ربنا مختلف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دي الآية ديت في الأنعام. طب ما تخشوا بقى سورة النمل الآية 82، مش كتاب ربنا دوت ولا أنتوا بتقروا كتاب القرآن غير القرآن؟ مش ده اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآية 82 قدام عينيكم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يبقى أي واحد هيخش يكذبني يبقى كذب القرآن، هيسبني سب القرآن، هيسخر مني سخر من القرآن. أنتوا عايزين تسخروا من القرآن وتستهزأوا بالقرآن وتسبكم؟ قسما بالله، قسما بالله نحشركم مع ابليس في جهنم مخلدين فيها، وبيني وبينكم يوم الظهور ما حدش هيقدر على المهدي، ما فيش مخلوق على وجه الارض انس ولا جن هيقدر على المهدي، ومعادنا يوم عرفه. اقفل. اما في المقطع القادم فانه يبعث برساله الى جيشنا المصري العظيم. طبعا هو مش بيبعث له رساله على انه جيش عظيم، بيبعث له رساله تهديد وتحذير واعلام عشان يعترفوا به على انه هو رسول الله للدابه والمهدي والايه والشمس، وبيخبرهم انه انما جاء ليخلد الناس في نار جهنم. الله، يعني انت جاي عشان تخلد الناس في نار جهنم؟ مش عايزينك. لو انت جاي عشان تخلد الناس يبقى مش عايزينك. هذا الرجل يعني دراسه وحده، حاله وحده، شيء عجيب جدا. فيبعث برسالة للجيش المصري ويعرفهم إنه إنما جاء ليخلد الناس في نار جهنم. اسمعوا كده وهو بيبعث الرسالة دي، طبعا شلنا منها أشياء كثيرة جدا. اسمعوا معي هذه الرسالة التي يرسل بها إلى الجيش المصري. رسالة إلى الجيش المصري من رسول الله الدابة والمهدي والشمس لا تشرق من مغربها. كل واحد فيه ينقذ نفسه من الخلود في جهنم. الإمام المهدي طالع عشان يخلد الناس في جهنم، اللي هيعاقبه هيخلده في نار جهنم، الدابة اللي هتسم بالنفاق هيخلده في نار جهنم، الشمس اللي هيغلق في وشهم باب التوبة هيخلد في نار جهنم، رسول الله الدابة والمهدي والشمس المذكور في القرآن، ومحدش هيقدر عليا. أما في هذا المقطع الأخير فإنه يبعث برسالة إلى كل شعب مسلم. عايز إيه من كل الشعوب المسلمة؟ يقول أنا أريد إلغاء السنة والشيعة، ولا في ما فيش سنة ولا في شيعة خلاص. طب كويس، يعني هتخليهم كلهم على الإسلام، ده شيء جميل. أيوة نلغي السنة والشيعة، لكن بتكلم بلسان الشيعة. مش بيفكرك ده بالشيخ أحمد الجهري أيضا؟ توحيد وتقريب بين السنة والشيعة ونوحدهم هما الاثنين. تسمع كلامه تجده يوحدهم على مذهب الشيعة. يبقى أنت ما عملتش شيء كده، أنت ما أنصفتش، أنت جاي وأنت مايل في ناحية معينة. يبقى إذن نفس الكلام اللي الرجل ده بيقوله هو اللي كان بيقوله الشيخ أحمد الجواري، هو التوحيد والدمج بين السنة والشيعة يكونوا شيء واحد، بس على مذهب مين؟ على مذهب الشيعة. تدور على أفكاره كلها تجدها على مذهب الشيعة. كأنهم جميعا كلهم جاءوا من خلفية فكرية واحدة، تريد هدفا واحد وتسعى لأمر واحد. اسمع الرجل ثم ارجع معي مرة أخرى. رسالة السبعة لكل شعب مسلم من المحيط للخليج، شعوب العالم الإسلامي كلها. آن الأوان إن أنتم ترجعوا إلى كتاب الله عز وجل
تنبذوا الطائفية اللي بينكم. مفيش حاجة اسمها سنة وشيعة، مفيش حاجة اسمها أحزاب، مفيش حاجة اسمها رايات، مفيش حاجة اسمها جماعات، كلكم أمة واحدة وربكم رب واحد وكتابكم كتاب واحد ونبيكم نبي واحد. كلكم هترجعوا للمعادلة دي، كلكم هترجعوا أخوة متحابين. مين اللي قال لكم ان المسلم يقتل اخوه المسلم؟ مين اللي قال لكم ان المسلم يكفر اخوه المسلم؟ مين اللي جبتوا منين الكلام دوت؟ موجود هنا؟ موجود في كلام النبي ام موجود في عقولكم الباطله واهواءكم المزيفه؟ جه الاوان ان انتم ترجعوا لكتاب الله عز وجل، اخوه متحابين، تخضعوا لكتاب الله عز وجل. ده اللي هتخضعوا له. قسما بالذي انزل القران واخرجني لكم، ما في حد منكم مش هيثبت لكتاب الله الا وهخلده في نار جهنم مع ابليس. لان ده امر ربنا، زي ما امر الملائكه انها تسجد لادم فسجدوا الا ابليس، بيامركم ان انتم تسجدوا للقران وتطيعوا امره. والله اللي ما هيسجد للقران يحطه مع ابليس. يا شعوب الاسلام، بكره مش بعيد وعرفه مش بعيد، ما فيش حاكم بيحكمكم الا وربنا هيسلب منه الملك. خسفهم بالمشرق وخسفهم بالمغرب وخسفهم بجزيره العرب. مش خسف ارض، خسف ملك. ربنا هينزع الملك من كل دول ويديهم الملك الواحد بس هو اللي هيطبق فيكم كتاب الله عز وجل. انبذوا كل الخلافات اللي بينكم، محدش خلاص، مفيش حروب بيناتكم، مفيش عداوه بيناتكم، في اخوه، في سلام. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين الاوس والخزرج وقلب بين المهاجرين والانصار، المهدي هيعمل معاكم كده. والله الذي لا اله الا هو، مفيش مخلوق على وجه الارض هيقدر يخالف المهدي، لانه معاه قوه الهيه ما تخطرش ليكوا على بال. وهتجربوه وهتعرفوه وهتشوفوه بعينيكم وهتسمعوه في ودنكم لما ربنا سبحانه وتعالى يوريكم ايات ظهوره، وان غدا لناظره لقريب. والان وبعد ان استمعنا الى هذا كله، ارايتم ماذا تصنع نداهة المهدي المنتظر في من يستجيبون لها؟ أسأل الله عز وجل أن يرفع هذه الدعوة عمن دعاها، اللهم آمين. أن يعافي كل مدع لهذه الدعوة، دعوة المهدوية، اللي بيدعيها ربنا يشفيه منها يا رب. ومن أراد أن يدعيها نسأل الله أن يساعده على ألا يدعيها وأن يكف عنها، لأنها كما قلت لكم سابقا تسقط الإنسان من إنسانيته وتنزل بالإنسان من عليائه إلى أسفل السافلين، إلى الحضيض الأسفل، تجعله فاقد الأهلية العقلية والنفسية والهيبة بين الناس والاحترام بين الناس، وينظر إليه على أنه دجال مجنون مشعوذ، كل الصفات السيئة توضع فيه. ليه؟ لأنه استجاب لنداهة المهدي المنتظر فادعى شيئا ليس له، ادعى أنه المهدي المنتظر وأنه الذي يأتيه من عند الله الخبر. كل هذه الظاهرة، ظاهرة الدعاء المهدوية، هذه مرض استشرى في الأمة وانتشر، علينا أن نوقفه بالكلمة، بالحجة، بالدليل، بالبرهان، ونتكاتف لذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى لا يترك الناس الدين ويلتف ويتمحور حول فكرة المهدي المنتظر ويعيش في تلك الهلاوس السمعية والبصرية، ويجعلون لهم أتباع بالألوف المؤلفة يسيرون سيرهم ويحزون حزوهم، وتضيع الأمة بهذا الشكل المفرط في الغيبوبة. يعني الأعداء خططوا لنا أن تكون عقول الأمة فارغة وسطحية، نملأها بفكرة المهدوية اللي مليئة بالخرافات والدجل. لا، احنا عايزين نقف بفكرة المهدي المنتظر عند خبر رسول الله، نؤمن بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان في مهدي، في مهدي في اخر الزمان، حاكم عادل يأتي فيملأ الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا وانتهى الامر. لكن مش نقيم الدنيا ونقعدها وخرافات وتحذيرات وتهديدات لدول، وهنخلد ناس في النار، وهنعمل كل ده كذب ودجل وشعوذة ولعب على وتر العاطفة عند الناس. فلا تنخدعوا بمثل هذه الادعاءات، واتركوا هذا كله واعتصموا بالكتاب والسنة، وسيروا متبعين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا مبتدعين.
أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لأرشد أمرنا، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يهدينا إلى الحق الذي نتبعه ونحاول الاستقامة عليه خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.